السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. غالبا ما يطيل الإنسان الكلام عندما لا يكون لديه ما يقوله، فحديث الشخص عن نفسه بكثرة دليل على عدم ثقته بها. وبيبدأ فيلمنا النهاردة في نهاية القرن ال19 مع أوجيني، فتاة مضيئة وعاطفية من عائلة أرستقراطية غنية جدا، وهي بتحضر جنازة الأديب والشاعر الفرنسي فيكتور هوجو. وبعد ما رجعت بيتها اضطرت تكذب على أهلها وبتقول لهم إنها كانت عند صاحبتها جوزفين علشان محدش يعرف إنها راحت الجنازة من غير ما تستأذن حد. وعلى العشاء أخوها تيوفيل بيقول لهم إن عنده مناظرة ومش هيكون موجود معاهم بكرة، فبتطلب منه أوجيني إنها تروح معاه، لكن باباها فرانسو كليري رفض من غير أي أسباب. وبالليل لما أوجيني دخلت للحمام بدأت تحس إنها مش لوحدها وإن في شيء مجهول بيلمسها وبيحاول يتواصل معاها. ولما جدتها سمعت صوتها جت تطمن عليها وبتطلب منها توصلها لأوضتها. والتاني يوم بيتفاجئ تيوفيل إن أوجيني عايزة تروح لمقهى علشان تقعد تقرأ وتدخن، لكنه رفض وكان خايف من باباه، فبتطمنه إنه مش موجود وإنهم هيرجعوا قبل وصوله، فبياخدها يوصلها في طريقه. فبتقعد تقرا كتاب شعر وهناك بتقابل ارنست وبيتعرفوا على بعض، بيهديها كتاب بيتكلم عن الارواح. ولما رجعت للبيت وفي هدوء الليل كانت اوجيني بتقرا في الكتاب بتمعن شديد، فبيقطع تركيزها تيوفيل وبيدخل يتكلم معاها وبيتفاجئ من الكتاب اللي بتقراه. والتاني يوم بدات اوجيني يحصل معاها امور غريبه وبقت طول الوقت بتبص على اماكن محدده. ولما تيوفيل سالها علشان يطمن عليها قالت له على كل الامور المخيفه اللي بتحصل لها وانها بتشوف ارواح لناس ماتت ومنهم بنت كانت بتعاني وبتطلب منها المساعدة، وبتأكد له ان كتاب الارواح اللي بتقرا فيه ساعدها انها تفهم عالم الارواح. وهنا تيوفيل بدأ يخاف على اخته وحذرها من الطريق اللي هي ماشيه فيه، لكنها ما سمعتش كلامه وقررت تكمل قرايه في كتاب الارواح. وفي يوم وهي بتسرح شعر جدتها زي ما هي متعوده فجأه اتصرفت بغرابه وكأن في حد بيتحكم فيها، حتى ان جدتها خافت منها ومن تصرفاتها جدا، لحد ما اوجيني طلعت لجدتها سلسله كانت هديه من جدها وكانت ضايعه من 40 سنه. الجده اتفاجئت لما شافت لأنها كانت بتظن إن الخادمة سرقتها زمان، وبتسأل أوجيني عرفت مكانها إزاي، فقالت لها إن جدها هو اللي أرشدها لمكان السلسلة اللي ضايعة، وده خلى الجدة تخاف أكتر لأن الجد متوفي من سنين. وبعد يومين بتروح السيدة كليري مامتها تصحيها وبتقول لها إن باباها ياخدها معاه حفلة، وبتقول لها تحسن التصرف في الحفلة علشان ما تحرجش عيلتها المرموقة. لكن أوجين حست بالحزن جدا لأنها عارفة باباها ياخدها على فين، وكانت أوجين مكسورة من كذب مامتها عليها، وفعلا راحت وجهزت نفسها ولبست فستانها ومشيت مع أخوها وباباها. ولما وصلوا عند مصحة عقلية اتأكدت إنهم هيسيبوها فيها، وفضلت تتوسل ليهم وتترجاهم وتقول لهم إنها مش مجنونة، لكن بياخدوها الممرضين. وبيدخل باباها علشان يمضي الأوراق اللازمة، وكانت في استقباله جنيف ودي تبقى الممرضة المسؤولة عن البنات اللي في المصحة. وبعد ما كشفت على أوجيني علشان ما تنقلش أي أمراض للبنات اللي معاها في المصحة بتوديها على العنبر اللي كان بيشبه السجن تماما، لكنه سجن مع مختلين عقليا. وهناك بتقابل لويز ودي ممرضة معاها في نفس العنبر، وبيبان من تصرفاتها وكلامها إنها بتعاني من مرض نفسي مأثر على عقلها. وبتبدأ لويز تعرفها على العنبر والناس اللي موجودة فيه، واللي كان من ضمنهم كامل واللي ما نطقتش كلمة واحدة من شهرين، ومارجريت اللي دايما متعصبة، وهنريت الحزينة دايما بسبب الفراغ اللي هم عايشين فيه، وتريز اللي قتلت جوزها بسبب غيرتها عليه وموجودة في المصحة النفسية بقالها 25 سنة وبتصنع فساتين لبنات العنبر، ودينيس اللي محدش يعرف عنها أي حاجة غير إنها مجنونة ومش طبيعية. كل ده وكانت أوجيني ساكتة وبتسمع اللي هي بتقوله. ولما سألت لويز عن سبب دخولها المصحة قالت لها إن جوز عمتها كان بيتحرش بيها، ولما حصل لها انهيار عصبي وجالها نوبة هستيريا عمتها قررت تدخلها المصحة علشان تتخلص منها. وبعد مرور أول يوم في المصحة بتلاقي أوجيني الممرضات بياخدوا لويز، فبتروح معاهم علشان يقوم الدكتور شاركو مدير المستشفى بتجربة تنويم مغناطيسي عليها، وده كان في حضور عدد من الأطباء النفسيين، وكان من ضمنهم الدكتور جول اللي كان على علاقة بلويز. وأثناء التجربة بتقع لويز على الأرض وبيحصل لها تشنجات، وهنا بيوقف الدكتور شاركو التجربة والممرضات بياخدوا لويز علشان ترتاح، وبتفضل معاها جنيف علشان تطمن عليها. وبيدخل عليها الدكتور جول وبيطلب من لويز يتكلم معاها على انفراد وبيقول لها إنه بيفكر يتجوزها، لكنه في الحقيقة كان غرضه يستغلها وجوازه منها كان مجرد كذبة علشان يقدر يسيطر عليها. وبتروح جنيف علشان تطمن على الحالات اللي في العنبر، وبتلاقي أوجيني واقفة عند الشباك، فقربت منها وسألتها عن حالها، لكن أوجيني قالت لها أنا بتواصل مع أختك اللي ماتت، وقالت لها إن اسمها بلاندن وإنها كتبت لها آلاف الرسايل، وبتوصف لها شكلها وبتقول لها إنها موجودة معاهم في الغرفة، فبتتصدم وبتخرج من العنبر.
وبعد ما بترجع على بيتها بتفتح الصندوق اللي كان فيه الرسائل اللي كانت بتكتبها لأختها، وبتبدأ أوجيني علاقتها تتطور وتربطها صداقة بين لويز وباقي حالات العنبر. وتاني يوم بيتم تقييم حالتها، لكنها مصرة إنها فعلا بتتواصل مع الأرواح، فبيشخص الدكتور حالتها بإنها هستيريا وبيكتب لها على العلاج المائي، وده ببساطة صندوق أشبه بالتابوت مليان بالتلج وبيحبسوا المريضة فيه. وبعد أيام بيقدر تيوفيل يوصل لجنيف، فبيروح لها البيت وبيطلب منها توصل كتاب لأخته، فقالت له إنه ممنوع وطلبت منه يمشي، لكنه فضل يتوسل لها فأخذت منه الكتاب ودخلت بيتها. وبعد ما شافت محتوى الكتاب قررت إنها تديه لأوجيني، ولما راحت تاني يوم كانت أوجيني بالفعل بدأت تتأقلم على الوضع وكانت بتتعلم إزاي تغسل وتنشر الملابس. فدخلت جينيف وقالت لها إن تيوفيل بعت لها كتاب اسمه كتاب الأرواح وإنها مستعدة تدهولها، لكن بشرط إنها تكلم روح أختها. فرفضت أوجيني وقالت لها لو عايزة تكلم أختها لازم تسيبها حرة وما يتمش إجبارها على أي حاجة في المصحة، فبتوافق. وبتعدي أيام، وفي يوم بالليل بتروح جينيف تصحي أوجيني علشان يعرفوا يتواصلوا مع روح أختها قبل ما الحالات تصحى، وبيقعدوا في غرفة وبتبدأ الأعراض الغريبة تظهر على أوجيني، وبدأت تقول لجينيف إن روح أختها بتبلغها إن باباها في خطر وحصلت له حاجة في المطبخ ولازم تتحرك دلوقتي وتروح علشان تنقذه. وفعلا بتجري جينيف على بيتها علشان تتأكد من كلام أوجيني، فلقت فعلا باباها تعبان جدا، ولما شافها قال لها إن أكيد في معجزة حصلت علشان تيجي وتنقذه. وبعد ما اطمنت عليه حكت له إنها تواصلت مع روح أختها وإنها السبب في إنها أنقذته، فتعصب باباها جدا وقال لها إنه رباها على احترام العقل والعلم وإن أختها خلاص ماتت، وطلب منها ترجع تكمل شغلها وهو هيرتاح. وبتستمر معاناة أوجيني في المصحة بعد ما طلبوا يعملوا لها كشف طبي وبيلاقوا إن عندها ورم في الرحم. وبعد ما الدكتور شخص حالتها دخل الدكتور شاركو ومعاه المساعدين والممرضين، وكان معاهم لويز واللي كانت بتعاني من حالة خطيرة وجسمها بالكامل مشلول ومش قادرة تحركه. فاتصدمت أوجيني وبدأت تفقد أعصابها وتقول للدكتور شاركو إن هو السبب. فبصلها الدكتور شاركو في ذهول وطلب من المساعدين يخدروها ويرجعوها على العنبر بتاعها. وبعد ما رجع الدكتور شاركو على مكتبه بيستدعي جينيف علشان يعرف منها حالة البنات اللي في العنبر، وعلشان يبلغها انهم هيحجزوا أوجيني في غرفة لوحدها لانها اصبحت خطر وممكن تأثر على المرضى. فقالت له انها هتتابع حالتها بنفسها لكنه رفض وقال لها ان الممرضة جين هي اللي هتتابع حالة أوجيني. وبالفعل اخدتها جين علشان تنقلها للعنبر الانفرادي. في الاول كانت متوترة وقلقانة وده كان ظاهر على طريقة تنفسها الغير منتظمة، لكن جين دخلتها وحاولت تهديها وقفلت الباب عليها ومشيت. قعدت أوجيني تصارع الألم اللي ما كانتش عارفة مصدره، كان الشيء الوحيد اللي بيطمنها هو شباك العنبر اللي بيسمح بمرور ضوء الشمس، لكن جين جت وقفلته عليها. وكانت جينيف ملاحظة قسوة تعامل جين مع أوجيني، فراحت لها وقالت لها إنها تحاول تساعدها في أقرب وقت. وهنا بدأت أوجيني الأرواح تتواصل معاها مرة تانية، ولما دخلت عليها جين علشان تتكلم معاها وتقيم حالتها النفسية، بتحضر وقتها روح مامي جين وبتتواصل مع أوجيني. أوجيني قالت لجين إنها تعرف قصة مامتها اللي كانت مريضة نفسياً في نفس المصحة، لكن جين قالت لها إن كل الناس عارفة إن مامتها كانت مجنونة، بس أوجيني صدمتها لما قالت لها إنها تعرف اللي هي عملته في ابنها، وكمان قالت لها اسمه، وده الأمر اللي ما كانش فيه حد يعرفه في المصحة. فمسكت أوجيني من شعرها وقالت لها تسكت واتهمتها إنها مش عاوزة وسابتها وخرجت، بس فضلت في حالة صدمة من كلام أوجيني. وبتقدر جينيف بعد كده تسرق مفتاح العنبر الانفرادي من جين عن طريق مريضة في العنبر، وبتدخل فعلا وبتتكلم مع أوجيني من ورا الباب، وطلبت منها تكلم روح أختها بلاندن، وساعتها أوجيني كانت حلقة الوصل بينها وبين أختها اللي كانت بتربطهم علاقة قوية وكانوا بيحبوا بعض جدا، وموت بلاندن أثر عليها لفترة طويلة. وبعد ما الروح مشيت من المكان بلغتها أوجيني إنها خلاص مشيت، فجينيف مدت إيديها من الفتحة اللي بيدخل منها الأكل لأوجيني ومسكت إيديها وشكرتها. وبعد ما طلعت من العنبر الانفرادي لقت جين جاية وبتطلب منها المفتاح بتاعها، فقالت لها جينيف إن أوجيني منهكة وضعيفة جدا ومش هتستحمل العنبر الانفرادي، وإنها هتروح للطبيب شاركو تبلغه بحالتها وهترجعها العنبر بتاعها تاني مع باقي الحالات. وبتقرر جينيف إنها ترد الجميل لأوجيني وبتعبر لها عن شكرها لأنها قدرت تتواصل مع روح أختها وتطمنها عليها. وبتكتب جينيف جواب لأخوها علشان تعرفه ميعاد الحفلة التنكرية السنوية بالمصحة،
ومتاح إن أهالي المرضى يحضروا. وبعد ما وصلت أوجيني العنبر بتاعها دخلت تطمن على لويز اللي فرحت جدا أول ما شافتها، لكن لقيتها فقدت قدرتها على التحرك وكانت إيديها بتتحرك بصعوبة. وبالليل بعتت جينيف رسالة على ورق لأوجيني وبتعرفها إنها بعتت لتيوفيل دعوة للحفلة، ورسالة بتبلغوا فيها إنها هتهرب أوجيني. وبتبدأ جينيف في تجهيز قاعة الاستقبال، وبدأت المرضى يجهزوا ويلبسوا فساتينهم. وبعد ما بدأت الحفلة بيوصل تيوفيل، وبيكون مقدم الحفلة وقتها هو الدكتور جول، وساعتها شاف تيوفيل أخته وبيكون فرحان جدا إنه شافها، وهي كمان بتكون فرحانة، لكن جين فضلت مراقبة أوجيني. وبتشتغل الموسيقى وبيبدأ كل اللي في الحفلة يرقصوا، وبيختفي من وسطهم تيوفيل وأوجيني، وبتفضل تدور عليهم جين لكنها مش بتشوفهم. وكانت جينيف خدتهم وبتلبسهم لبس مختلف علشان تسهل عليهم طريقهم للخروج من الحفلة، وبتختفي هي كمان. وقبل ما يخرجوا من المصحة بتشوفهم جين وهم متنكرين وبيهربوا من المكان، ولما حاولت توقفهم ما قدرتش فاستدعت الحراس اللي كانوا مشغولين في الحفلة. وقدرت جينيف انها تهرب أوجيني وركبتها عربية تيوفيل، وبترفض أوجيني تهرب من غير جينيف وكانت عايزة تاخدها معاها، لكن جينيف رفضت وطلبت منها تهرب من المكان بسرعة. وكانت جين جاية تجري مع الحراس، فبتقفل جينيف البوابة بالمفتاح ورمت المفتاح بره المصحة علشان ما يقدروش يوصلوا لأوجيني. فبتأمر جين الحراس انهم يقبضوا على جينيف ودخلتها المصحة، لكن المرة دي مش بصفتها ممرضة لكن بصفتها مجنونة. وبتقدر أوجيني ترجع لحياتها بعد ما نالت حريتها من تاني، والفضل يرجع لجينيف. وبعد كده بتبعت أوجيني خطاب مع ممرضة لجينيف، وبتقول لها ان روح اختها بلندن بتتواصل معاها، وبتبلغها انها بتحميها ومش بتفارقها ابدا وبتحبها جدا زي ما أوجيني بتحبها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.